السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين صار الموت سهلا في زمن الميليشيا الجاثمة على صدر صنعاء ومحافظات أخرى حيث بات أمنية لضحايا لم تبق لهم الميليشيا من الحياة إلا اسمها إذ لا غذاء ولا دواء ولا حرية وكذلك صارت حياة آلاف المختطفين حيث لا صوت يعلو على صوت الجلاد أتدرين يا صنعاء ماذا الذي يجري تموتين في شعب يموت ولا يدري تموتين لكن كل يوم وبعدما تموتين تستحين من موتك المزري لا إله إلا الله لم تكن مجزرة الشرطة العسكرية الأولى في سجل استخدام ميليشيا الحوثي للمختطفين دروعا بشرية في مواقع تدير منها عملياتها العسكرية قبلهم قضى نحو ستين مدنيا في قصف التحالف العربي لسجن إدارة أمن الزيدية بالحديدة في أكتوبر عام 2016 وقبل ذلك قضى عشر مختطفا أودعتهم الميليشيا في سجونها بجبل هران بمحافظة دمار وللأسف لم تجد هذه الجرائم حقها من البحث والتحقيق محليا أو دوليا لكنها بالتأكيد جرائم حرب لن تسقط بالتقادم في حلقة اليوم من بين قوسين نقف على بعض الحقائق عن جرائم ميليشيا الحوثي بحق المختطفين وكيف تتخذهم دروعا بشرية سيكون معنا في هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الصحفي آه الذي لا زال... يعني خرج قريبا من سجون ميليشيا الحوثي يوسف عجلان وسيكون معنا من عبر الهاتف من لندن الناشط براء شيبان وعبر الهاتف من مأرب عبد الكريم عمران شقيق الصحفي المختطف عبد الخالق عمران ووالد الشهيد حارث الذي قضى في مجزرة معسكر الشرطة في صنعاء، قبل النقاش فاصل قصير. اهلا بكم مشاهدينا الكرام وابدا هذه الحلقه مع الصحفي يوسف عجلان الناجي من سجون الميليشيا مساء الخير استاذ يوسف مساء النور بشير اهلا وسهلا بك وبطاقم قناه بلقيس الاعزاء جميعا مرحبا بك يوسف ربما الجميع يتساءل عندما ينجو او يخرج احد يعني المعتقلين والمختطفين من سجون الميليشيا يعني الجميع يتمنى سماع قصة ظروف اعتقالك، قصة ظروف نجاتك باعجوبه من يد الميليشيا. ضعنا في البدايه بصوره الظروف التي مرت بك وكيف تم اعتقالك وما الذي واجهته في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء. في البدايه تم اعتقالي في منتصف اكتوبر من العام الماضي تم اقتيادي من امام منزلي في العاصمه صنعاء والى قسم شرطه الحميري ثم بعد ذلك الى البحث الجنائي في في البحث الجنائي تم التحقيق معي واستخدام اساليب الترهيب والتعذيب خلال تلك الفتره كانت هي المعاناه الاكبر وهي دائما ما يعانيها اي معتقل هي تعتبر الاشهر الاولى من اعتقاله تم نقلي الى عده سجون كان بينها البحث الجنائي واحتياطيه الثوره والامن السياسي والسجن المركزي واخره كان الشرطه العسكريه الذي كنت بداخله خلال الاسابيع الاخيره قبل ان يتم مبادلتي واعادتي الى مدينه مارب عبر تبادل الاسرى رغم انني تم اختطافي من امام منزلي في العاصمه صنعاء. نعم. يوسف اصعب اللحظات التي مرت عليك وانت في سجن الميليشيا ما هي؟ يوسف هل تسمعني عفوا بشير انا لا اسمعك نعم. كنت قد سالتك عن اصعب لحظات مرت عليك في سجون ميليشيا الحوثي اذا ربما هناك اشكاليه في الصوت مع الصحفي يوسف عجلان اذا بالتاكيد سنصلح هذه المشكله اذا بالتاكيد حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام سنخصصها للحديث عن الظروف التي تعتقل فيها ميليشيا الحوثي للمواطنين الابرياء من المدنيين سواء في صنعاء والمحافظات الاخرى الخاضعه لسيطرتها وهذه الطريقه الممنهجه التي قامت بها وانتهيت منذ السيطره على اسقاط الدوله تاخذ المدنيين دون ادنى تهم ثم تضعهم في اماكن معرضه للقصف كدروع بشريه يعني تستخدمهم للحفاظ على هذه المواقع العسكريه او لحمايتهم. إذا يوسف هل تسمعني الآن؟ يوسف أتمنى أن تصلح المشكلة أستاذ يوسف سنصلح الإشكالية بالتأكيد إذا مشاهدي كلامي إلى أن ينضم إلينا أيضا الأستاذ عبد الكريم عمران شقيق الصحفي المختطف عبد الخالق عمران وكذلك أيضا والد الشهيد حارث عبد الكريم عمران الذي قضى في قص معسكر كلية الشرطة وأيضا قبل أن ينضم إلينا براء شيبان ناشط حقوقي سنتحدث عن الجانب الحقوقي ومن يتحمل مسؤولية استخدام المواطنين المدنيين دروع بشرية ويتم قصفهم والميليشيا بالتأكيد هي المسؤول الأول والأخير لأنها تحاول وتمعن في يعني اختطاف الناس تعذيبهم إرهابهم وفوق ذلك تنتقم منهم يعني تقتلهم بهذه الطريقة يوسف عاد إذن الى ان تجهز الاتصالات مشاهدي الكرام نذهب لمتابعه بعض التصريحات حول يعني الطريقه الممنهجه التي انتهجها ميليشيا الحوثي في ارعاب الناس اعتقال الناس ومن ثم اتخاذهم دروع بشريه ومن ثم نكمل الحديث ابقوا معنا هذه ليست المره الاولى التي تقوم هذه الميليشيات بارتكاب جريمه من هذا النوع وهي جرائم ضد الانسانيه لا يتساهل معها القانون الدولي ولا يمكن ان تسقط بالتقادم ومع ذلك نرى صمت مريب تجاه هذه الجرائم والمجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ميليشيات الحوثي التي استخدمت هؤلاء دروعا بشريه وراح ضحيه هذه الجريمه عشرات الاشخاص حسب المعلومات الوارده من قبل ميليشيات الحوثي، والحقيقه ان هناك تعتيم اعلامي ومعلوماتي عن تفاصيل هذه المجزره بشكل كامل، لا توجد معلومات الا التي نشرتها ميليشيات الحوثي، وهي معلومات غير غير واضحه، فعلى سبيل المثال هناك اشخاص تقول الميليشيات انه تم استهدافهم وانهم اشلاء، بينما لا نعرف كيف تم تحديد هويه هؤلاء الاشخاص. الكثير من جثث او كل الذين توفوا او استشهدوا في هذه المجزره البشعه لا ترفض ميليشيات الحوثي تسليم جثثهم وتطالب بمبادلتها بجثث او تطلب مقايضتهم باشخاص وجثث قتلها الموجودين لدى المقاومه وهذه جريمه اخرى تضاف الى الجريمه السابقه حوالي الساعه الع... يعني الثاني عشر وعشرين أو حوالي عشرين دقيقة مساء فإذا بنا بالقصف أول صاروخ على ما على فهبينا إلى جوار المعسكر فجينا والصاروخ الأول ضرب على مبنى المباحث الذي فيها الأسرى وتم يعني إحنا نحاول إن إحنا ننقذهم إلا والصاروخ الثاني يجي الصاروخ الثالث الرابع الخامس السادس السابع سبعة صواريخ حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد ونعود الى مارب عبر الاقمار الصناعيه مع الصحفي يوسف عجلان الناجي مؤخرا من سجون ميليشيا الحوثي يوسف هل تسمعني الان نعم اسمعك نعم يوسف كنت قد سالتك قبل ان افقد بك الاتصال عن اصعب لحظات مرت عليك وانت في سجون ميليشيا الحوثي اصعب اللحظات كانت هي الاشهر الاولى التي قضيتها في سجون ميليشيا الحوثي خصوصا في البحث الجنائي ثم بعد ذلك نقلي الى احتياط الثوره كان كانت مرحله التحقيقات والتعذيب اضافه الى منع زياره اهالينا او الاطمئنان اطمئنانهم علينا في في تلك الفتره حتى تم السماح لنا بعد ذلك بزيارتنا أربع زيارات بعدها نقلنا إلى الأمن السياسي وبدأنا مرحلة أخرى من الإخفاء لفترة حتى تم السماح للأهلي هي كانت الثلاثة الأشهر إلى الأربع أشهر الأولى هي أصعب مراحل غالبا ما يقضيها أي مختطف لدى الحوثيون نعم الأساليب يوسف التي كانت تمارس ضدكم يعني سواء بالتعذيب أو الترهيب ما هي وأيضا حتى لو حدثتنا عن قصص أخرى مشابهة لك في سجون ميليشيا الحوثي وسمعتها من يعني المختطفين والمعتقلين معك في السجون هناك يا سيدي هناك عدة أنواع من التعذيب الذي يتعرض له المعتقلين قصص يشيب لها الرأس هذه حتى لو ذكرت يجب أن تذكر بشهود العيان أنا أحدهم أنا تعرضت للضرب المبرح من أجل الاعتراف بأشياء لم أقوم بها إضافة إلى بعض الأساليب لا يمكن وصفها إلا بوصف شخصي ، هناك أشخاص تم تعذيبهم حتى الموت أحدهم كأن الإبي الذي قتل في البحث الجنائي ولحد اللحظة لم يتم الكشف عن كيفية قتل وهو قتل أثناء التحقيق المنظمات الحقوقيه للاسف الموجوده في صنعاء لم تقم بزيارات للسجون ولم تكشف للراي العام ما يحدث داخل نعم طيب يوسف اذا ابقى معي نشرك معنا الحديث الان البراء شيبان عبر الهاتف من لندن ناشط حقوقي مساء الخير استاذ براء مساء النور واهلا وسهلا بك واهلا تحيه خاصه للصديق والزميل يوسف مرحبا بك استاذ برا في البدايه انتم كمنظمات حقوقية تتابعون هذه الجرائم التي ربما يعني تتعمد ميليشيا الحوثي انتهاجها استخدام المدنيين الابرياء دروع بشريه وتضعهم في اماكن معرضه للقصف. ما هو الحكم القانوني على الميليشيا التي تنتهج هكذا اساليب ويعني تنتهي في نهايه المطاف الى مقتل هؤلاء الابرياء؟ طبعا بالنسبة لأولا الحالة الحقوقية هي أصلا منتهكة منذ فترة طويلة والمفارقة الآن أننا أصبحنا نتحدث حول انتهاكات وانتهاكات جسيمه وجرائم حرب يعني المفارقه هي فقط في مستوى مستوى الانتهاك وربما ان المستوى الصادم للكثير من الناس بحيث انهم لم يتوقعوا ان تصل الممارسه الى هذه الى هذه الى هذه الدرجه. بالنسبه لوضع المدنيين دروعا بشريه بهذه الطريقه طبعا هي جريمه حرب واضحه المعالم كامله الاركان تتحمل يعني مسؤوليتها بشكل واضح جماعه جماعه الحوثي حيث انها تخوض تخوض حرب والمناطق العسكريه دائما هي مناطق مواقع تعتبر أهداف أهداف عسكرية معنات بمعنى أنه احتمالية استهدافها هو احتمال كبير جدا فبمجرد أنك تضع مدني ثم تقيد حريته ثم تمنع عنه عنه التحرك أنت تتعمد بشكل مباشر وضعهم كأهداف كأهداف عسكرية أنا أعتقد أن الطريقة كانت صادمة رغم أن جماعة الحوثي قد مارست انتهاكات متعددة الأوجه في السابق ولكن ربما انصدم المجتمع اليمني وانصدم الجميع وخصوصا نحن الحقوقيين أن مستوى الانتهاك والطريقة التي تمارس فيها الميليشيا الانتهاكات أو مخالفتها لقوانين الحرب قد وصل الى هذا قد وصل الى الى هذا الحد. نعم. طيب براء ربما مثلما ما تحدثت هذه ليست الجريمه الاولى، كانت هناك جريمه استهدفت يعني مدنيين وصحفيين واعلاميين في جبل هران بمحافظه ذمار، وسقطوا هناك شهداء وايضا العديد من الجرحى اتخذتهم الميليشيا دروع بشريه وطرحتهم في موقع عسكري تم قصفه. ايضا في اداره الامن في الزيديه ما يقارب 60 يعني من المدنيين ايضا قتلوا في غاره لطيران التحالف. يعني هذه الجرائم استمرارية الميليشيا على انتهاجها وعدم محاسبتها ألا يعطي الميليشيا ربما الأمان لاستخدام المدنيين دروع بشرية في المستقبل ولم يكن هناك أيضا رادع أو حد لإيقاف الميليشيا عند حد أقصد هنا من المنظمات الدولية مجلس الأمن حقوق الإنسان يعني لماذا كل هذا يعني التغاضي أو عدم الجدية في محاسبة الميليشيا على هذه الجرائم طبعا الـ الـ هناك نقطه مهمه ان المساله او وضع جماعه الحوثي الان تغير تماما خصوصا بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح وملاحقه اعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام داخل داخل صنعاء هناك اصبح هناك اقتناع شبه كامل من قبل المجتمع الدولي ان ان جماعه الحوثي ليست طرفا يستطيع التعامل معه من خلال المنظومه الطبيعيه للقانون الدولي. اليوم انا سمعت الكثير من الشخصيات الدبلوماسيه رفيعه المستوى التي تكاد أن تقول ان جماعه الحوثي ليست طرفا سياسيا نستطيع ان نتعامل نستطيع ان نتعامل معه. خطوره هذه المساله ان جماعه الحوثي تتصرف كانها بلا غطاء او بلا بلا رقيب بلا رقيب قانوني. النقطه الثانيه وهي النقطه الوحيده الذي يبدو ان الحكومه اليمنيه تحاول ان تستغل هذه هذه النظره من قبل المجتمع الدولي لتضعهم امام مفترق طرق انه اما الحسم العسكري واما ان تبقى الميليشيا مسيطره على هذه المناطق. ولكن انا اعتقد ان خطوره ان خطوره هذه النظره انك اذا لم يتم الحسم العسكري معناته ان هناك تسليم بالامر الواقع وتسليم ان تكون ان يكون المدنيين عباره عن رهينه بيد بيد جماعه بيد جماعه الحوثي انا اعتقد انه ايضا يتوجب على علينا كلنا بما فيها ما فيهم الحقوقيين الذين يستطيعوا التواصل مع الجهات الدوليه ان يصاعدوا هذه القضيه هذه قضيه واضحه انتهاك واضح جريمه كامله المعالم جريمه حرب واضحه الطرف واضح الهدف العسكري كان هدف عسكري يعني واضح للعيان يجب ان نصعد الان الخطاب ونعمل كجسر تواصل ما بين أسر الضحايا والمنظمات الدولية حتى على الأقل أن تبقى البيانات مرتفعة تبقى يعني سقف المطالب مرتفعة ولا يتم التغاضي عن انتهاكات جماعة الحوثي هنا فقط ميليشيا لا تحترم القانون نعم طيب استاذ براء ابقى معي في ذات الصدد استاذ يوسف عجلان وانتم في سجون الميليشيا وكما تحدثت تنقلتم اكثر من مكان ل السجون التابعه لميليشيا الحوثي، هل كان هناك اي منظمات تقوم بزيارتكم، الاطلاع على اوضاعكم، الصليب الاحمر، منظمات حقوقيه محليه دوليه ام لا؟ يوسف هل تسمعني؟ زارتنا مره واحده هي الصليب الاحمر، زارنا الى صنعاء. الى السجن المركزي بصنعاء كانت هي المره الوحيده التي زارنا فيها اما غير ذلك لم يزرنا ايضا اضافه الى ذلك انه زارنا الى سجن الشرطه العسكريه الذي وقع فيه القصف وخلال زيارته الينا الى ذلك المكان قبل خروجي بحوالي نصف شهر ابلغناه شخصيا تخوفنا من ان يكون المكان مستهدف خصوصا ان هذا المكان يقع داخل معسكر الشرطه العسكريه لكن الصليب الاحمر اخبرنا ان هذا المكان اصبح شبه من خصوصا انهم تواصلوا مع التحالف العربي وابلغوهم لذلك الان المسؤوليه هي امام ثلاثه اطراف ولا نعلم من هو الطرف الاكبر مسؤوليه خصوصا أن الحوثيين نقلونا إلى مكان مستهدف والصليب الأحمر أبلغنا أنه أبلغ التحالف والتحالف لم يعلق على هذه الحادثة بمعنى أنه يجب على منظمة حقوقية أن تبحث في هذا الموضوع لمعرفة من الذي يقف حول هذه الحادثة ولماذا الحوثيون أجبرونا على الذهاب إلى ذلك المكان رغم رفضنا خصوصا اننا رفضنا في البدايه الذهاب الى ذلك المكان واطلقوا علينا الغاز المسيل الدموع عندما كنا في السجن المركزي و الى ذلك المكان بمجموعه عدد من الأسراء نعم يوسف لكن من حيث المبدا يعني يعني قوانين حقوق الانسان وايضا المعتقلين والمسجونين لا يمكن ان ان تضعهم في اماكن معرضه للقصف وانت في حاله حرب وهذه اهداف عسكريه، فمن حيث المبدا يعني اعتقد ان هي مسؤوليه يعني مباشره على ميليشيا الحوثيه التي اصرت ان تضعكم في هذا المكان. طيب يوسف اذا اذا تكلمنا ايضا عن يعني صف لنا حال يعني زملائك واقرانك المعتقلين في الشرطه العسكريه عندما كنتم يعني تتوجسون ان يتم قصفكم يعني اللحظات ما قبل استهداف هذا المكان عندما تعيش حاله من الخوف والرعب وتنتظر القصف في اطرف لحظه. كنا نتوقع ان يتم استهدافنا في اي لحظه حصل خلال وجودي في سجن سجن الشرطه العسكريه ان تم ان قامت طيران التحالف قام بقصف عدد من المواقع كانت يعني قريبه من ذلك المكان كنا نتوقع في اي لحظه ان يتم قصفنا وكان هناك الخوف كنا ندعو الله سبحانه وتعالى ان ينجينا وأن لا يخطئ الطيران يعني بالمعنى من اجل الفكاهه فيما بيننا لا يخطئ الطيران ويقوم باستهدافنا لكن كنا بعد ذلك عندما اخبرنا الصليب الاحمر اطمان كان هناك اطمئنان خصوصا انها منظمه دوليه وهذه المنظمه الدوليه يعني قد عملت من اجل ايصال معلومات الى التحالف ونحن ايضا كنا قد ابلغنا فلم نكن نتصور انه ربما في يعني اشياء يعني خارج العقل ان ان تحدث في في ذلك المكان اي شخص كان ذلك المكان لم يكن يتصور ان يتم استهدافنا خصوصا بعد حضور منظمه دوليه ومعترف بها دوليا ومنظمه هي الوحيده تقريبا هذه موجوده في صنعاء نعم طيب يوسف ابقى ما يعود للاستاذ برا شيبان استاذ برا اذا الاستاذ يوسف ربما يعني هو احد الناجين من هذا المكان الذي تم قصفه وسقطوا فيه شهداء وجرحى من المعتقلين يقول بانه تم ابلاغ الصليب الاحمر والصليب الاحمر ابلغ طيران ابلغ التحالف العربي بانه اصبح يتبع يعني الاسرى وهناك العديد منهم معتقلين في هذا المكان لكن ايضا تم استهدافه هنا المسؤوليه المباشره على من؟ من جانب حقوقي بالتاكيد طبعا المسؤوليات اذا أو اولا يعني انا انا يعني معلش احب اسال الزميل يوسف نعم الصديق يوسف هل كانت هناك هل كانوا يلاحظوا ان هناك اي تحركات عسكريه؟ هل كانت هناك اليات اسلحه يتم نقلها الى داخل المعسكر او خروجها؟ ام كان مخلى تماما وكان يتعامل كسجن؟ هذه يعني معلش يعني لو لو نسال الاخ يوسف نعم هي نقطه مهمه نعم يوسف ان كنت تسمعنا الاستاذ براء يتساءل في الشرطه العسكريه الذي تم نقلكم اليه هل كان يعني يستخدم كمكان للاسلحه يعني هناك مدرعات تتحرك اطقم عسكريه ام كان عباره عن فقط سجن لكم هذا المكان بطبيعه الحال هو كان سجن سابق هو حتى اللوحه اللافته التي عليه البحث الجنائي للشرطه العسكريه فكان سجن سابق اما وايضا كان له بوابه مختلفه عن البوابه الرسميه لسجن الشرطه العسكريه لم يكن هناك اي تحركات عسكريه لم يكن هناك اسلحه تدخل او تخرج المبنى كامل فيه السجناء وكنا حتى لو كان هناك تحركات او ما شابه كنا نلاحظ لا ايضا كان عدد الحراسه لم لم يكونوا بذلك العدد الكبير اللي الذي ممكن نشعر ان هناك تجميعات لعسكريه كان هو سجن بكل ما تعنيه الكلمه صراحه. نعم طيب استاذ برا اذا سمعت اجابه الاخ نعم. يوسف. انا نعم انا اعتقد انه نحتاج يعني في هذه المسائل تحتاج ان يكون هناك الان تحقيق تحقيق واضح طبعا نعم. اذا اذا تم على سبيل المثال اذا تم آآ آآ اثبات انه تم ابلاغ التحالف التحالف العربي ثم بعد ذلك تم استهدافه وتصبح المسؤوليه مشتركه تصبح المسؤوليه هي مسؤوليه التحالف وكذلك مسؤوليه جماعه جماعه الحوثي نعم. لكن آه هناك كثير من الاعتبارات مثلا هل كان يتم نقل السجناء اكثر من مره آه هل كانت هل كيف كانت هناك كيف كانت هناك الحركه هناك اعتبارات كثيره يجب ان تدخل في التحقيق اي اي ما نحن امامه هو هناك جريمه واضحه حصلت ضحاياها هم معتقلين معنى انهم كانوا مقيدين الحركه تحتاج المساله الى تحقيق واضح لاثبات مسؤوليه كل 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 طرف قد تكون المسؤوليه على جماعه الحوثي ولكن لا استبعد ان تكون ايضا المسؤوليه مشتركه على التحالف العربي وعلى وعلى جماعه وعلى جماعه جماعه الحوثي نعم 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 طيب استاذ براء الان فيما يخص ايضا حمايه المعتقلين الاخرين الان الذين لازالت زالت الميليشيا يعني تتحفظ عليهم ولا احد يعلم اين مصيرهم حتى هؤلاء الجرحى الذين يعني قضوا في هذا في 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 معسكر كليه الشرطه هناك العديد عشرات الجرحى لا احد يعلم يعني ما هو مصيرهم المنظمات الان الدوليه هل ستبقى يعني كذا مكتوفه الايدي لا تقدم اي شيء على الاقل يعني الاطمئنان او معرفه مصير بقيه الجرحى وايضا يعني الحد من أن تستخدم في المستقبل يعني مختطفين دروع بشرية كما حصل في معسكر الشرطة وفي هران وفي الزيدية في الحديدة ويتم قصفهم وقتلهم انا اعتقد اننا يجب ان نضع الحادثه ليست في يعني ليس ان لا نضعها بشكل منفصل او نقول انها حصلت كانه كانه خطا، نحن نحاول ان نثبت لكل متابع للشان اليمني ان المساله فيها منهجيه تتبعها جماعه الحوثي بوضع المعتقلين دروعا دروعا بشريه ثم اثبات ذلك في اكثر من في اكثر من من موقف نعم الطريق الذي تعمل فيها مجددا المنظمات الدوليه خصوصا التي الان لم يعد الكثير منها متواجده القليل الذي لا زال يعمل ويستطيع التحرك في ظل القيود الكثيره المفروضه على على اليمن يجب ان نصلهم باسر المعتقلين مباشره وخصوصا اولئك الذين تم سواء يعني ذهبوا ضحايا في هذا القصف او الذين تم او الذين ذهبوا جرحى او حتى الناجين يعني لكن المهم ان يتم ربط الاسر المعتقلين بالعاملين والراصدين في هذه في هذه المنظمات على الاقل اننا نوثق الان الاشكاليه ان كثير من الانتهاكات التي تمارسها الجماعه يتم نسيانها وثم ننتقل من انتهاك الى اخر على الاقل ان يتم توثيقه ولا 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 يتم نسيانه ثم عندما تاتي باذن الله الفرصه المناسبه لان يكون هناك تحقيق واضح وشفاف وتكون هناك مسارات لعداله او حتى عداله انتقاليه نستطيع ان تكون لدينا توثيق ورصد واضح لكل هذه الانتهاكات نعم استاذ براء المجازر ايضا السابقه التي حدثت في في مرام بدمار وايضا ما حصل في الزيديه في الحديده هل انتم كمنظمات رصدتم ووثقتم هذه الجرائم وعدد الشهداء والمتضررين ومن المسؤول عليها ام لا؟ نعم بالنسبه للحادثتين الذي ذكرتهم نعم كانت هناك كان هناك توثيق واذكر ان بعدها بعد الحادثه خصوصا الثانيه التي كانت اللي هي مديره امن الزيديه كان هناك لقاء انا اذكر تم هنا في تم هنا في لندن وكان بحضور ممثلين عن عن التحالف التحالف العربي ووجهت لهم الكثير من من الاسئله حول هذا الموضوع الرد كان انا اذكر حينها كان من ممثل او المتحدث اسم التحالف العربي ان انهم لم يستهدفوا السجن بل كان موقع امني وعسكري صادف ان جماعه الحوثي وضعت المعتقلين فيه، هذا كان تبريرهم. نعم. ولكن طبعا بالتاكيد نحن لازلنا عند عند انا اتمنى انه انه لا ينخفض سقفنا ولا ينخفض سقفنا حتى فيما يتعلق بتعامل التحالف العربي مع الاهداف مع الاهداف العسكريه. نعم. وأن لا تكون هناك يعني اي محاوله لتخفيف الضغط حتى على التحالف العربي حتى تستمر الحلقه الحقوقيه مستمره وبالتأكيد بالتاكيد في, في الاخير, الأخير الجميع يبحث عن الحقيقه ومن المسؤول وكما تحدث استاذ هو من حيث المبدا هي الميليشيا التي تضع هؤلاء الناس في اماكن مستهدفه سواء امنيا او عسكريا ومعرضه للقصف. استاذ براء ايضا حال الممارسات القمعيه التي تقوم بها الميليشيا على هؤلاء المعتقلين والمساجين في سجونها دون ادنى تهم. يعني الشهادات التي وثقتموها، الشكاوى التي وصلتكم، يعني صف لنا ولو يعني جانب من ما مما يصلكم من شكاوى في هذه السجون. طبعا انا يعني انا في البدايه طبعا انا عجز ان اتحدث وفي وفي معنا <applause> نعم الاخ يوسف <applause> مثل نعم. يوسف خصوصا خصوصا انه قد عانى ولكن الشهادات التي خرجت من من سجون من المعتقلين في سجون الحوثي شهادات شهادات مخيفه طبعا وصلت انه حتى اكثر المتحمسين او المدافعين عنهم في كثير من المحافل الدوليه اصبحوا لا يستطيعوا انكار وإخفاء ما تمارسه جماعه الحوثي من 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 من, من, من انتهاكات اصبح ربما اكثر ما يحاولوا ان 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 يتم ذكر التحالف العربي وليس فقط توجيه التهم الي جماعه الحوثي لانه الممارسات التي مارستها جماعه الحوثي ممارسات 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 فظيعه آه من من اولا طريقه الاعتقال الى أو 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 وضعهم في اماكن آه في حاله يعني حاله شبيهه بالاخفاء القسري، عدم عرضهم على اي لا يحصلوا على اي حقوقهم القانونيه كمعتقلين، ثم حالات التعذيب المخيفه، الى حالات ان يتم بعض الاحيان ان ان يخرج المعتقل وهو اما في حاله شلل او ان قد يتو... قد يتوفى داخل السجن بسبب ال... بسبب ممارسات ممارسات التعذيب نعم. نعم طيب استاذ سؤال فقط, فقط يعني قبل ان في اودعك فيما يخص يعني جبر الضرر وتعويض هؤلاء الضحايا الذين سقطوا سواء جرحى او قتلى وايضا الذين تم اعتقالهم قسريا لاعوام داخل سجون الميليشيا من يتحمل تعويض هؤلاء؟ طب طبعا الـ 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 الاشكاليه انه عندما تكون, تكون هناك عملية سياسية أو عملية, عملية مصالحة يتم محاوله اخفال من هو المسؤول والتحول مباشره فقط الى قضايا الى مساله مساله جبر الضرر، لكن اعتقد انه من المفيد اننا نعيش في عهد او في عصر فيها المعلومه متوفره بشكل واضح ان تحفظ هذه لل... لل... للذاكره الوطنيه حتى في المستقبل بحيث أن... يعني نحن نعلم القاعده القانونيه الدائمه هي ان الجرائم لا تنتهي بالتقادم. فعلى الاقل ان تكون لدينا فرصه في المستقبل ان يتم محاسبه هؤلاء وعلى الاقل حتى ان تحفظ في الذاكره الوطنيه ان هذا يعني فتره سوداء وعصر عصر اسود لا. مره في اليمن عندما قدمت هذه الميليشيات او حكمت هذه الميليشيات هذه الميليشيات صنعاء. النشط الحقوقي البراء شيبان شكرا جزيلا لك كنت معنا من لندن وعوده الى مأرب عبر الاقمار الصناعيه مع الصحفي يوسف عجلان الناجي من سجون ميليشيا الحوثي. يوسف اذا تحدثنا عن الضرر الذي لحق بك انت سواء معنويا او ماديا وتضررت مصالحك يعني منذ اختطافك ميليشيا الحوثي وطيله هذه المده في سجونها. بخصوص التضرر الشخصي يعني يعني لا لا يوجد تضرر شخصي انما تضرر من جانب الجانب العملي كان حتى من قبل اعتقالي انا تركت الصحافه يعني بعد اندلاع عاصفه الحزم خشيه من اعتقالي او ما شابه ذلك واضطررت الى اخذ سياره تاكسي للعمل عليها الا ان الحوثيين لم يشفع لي ذلك عند الحوثيين وقاموا باعتقالي طيله فتره اندلاع عاصفه الحزم حتى اعتقالي وانا بعيد عن عالم الصحافه يعني اضافه الى انقطاع رزقي الذي كنت غالبا ما احصل عليه من خلال عملي في الصحافه وهذا اثر جزئيا على عائلتي لكن الله سبحانه وتعالى لا لا يترك احدا في مثل هذه الاوضاع الصعبه. نعم. طيب يوسف ابقى معي سنذهب الان سويا وسينضم الينا ايضا الاستاذ عبد الكريم عمران شقيق الصحفي المختطف عبد الخالق وايضا والد الشهيد حارث عبد الكريم عمران ولكن نذهب الان لمتابعه ماده معلوماتيه اعدها الزميل وديع عطا عن الميليشيا وكيف تستخدم المدنيين دروعا بشريه نتابع ومن ثم نكمل النقاش حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد واعود الى مأرب هذه المره مع الاستاذ عبد الكريم عمران شقيق المختطف الصحفي عبد الخالق عمران ووالد الشهيد حارث عبد الكريم عمران الذي استشهد في معسكر الشرطه التي اتخذته ميليشيا الحوثي درع بشري وقضى مع مجموعه من زملائه في هذا المعتقل. مساء الخير استاذ عبد الكريم. يا مساء النور حياك الله استاذ البشير. مرحبا بك في البدايه يعني عظيم الاجر والمواساه لك ولاسرتك الكريمه في استشهاد ولدك الحارث وايضا اختطاف ايضا زميلنا الصحفي عبد الخالق الذي مر على اختطافه ما يقارب اكثر من عامين ونصف. في البدايه يعني حدثنا عن مشاعرك الان ربما اخوك معتقل من سنتين ونصف، ابنك تم ايضا اختطافه قسرا من صنعاء واي داعي في معتقل في معسكر الشرطه ثم قضى واستشهد في هذا المكان. مشاعرك مشاعر كل اب واخ وقريب مختطف واسير قضى وشهيد قضى نحبه مظلوما نقول حسن الله ونعم وانما عزاءنا انه قتل مظلوما نسأل الله ان يتقبله شهيدا. نعم طيب استاذ عبد الكريم ايضا صفرنا في البدايه ظروف اختطاف حارث مؤخرا من قبل ميليشيا الحوثي وما هي التهم التي وجهت لحارث يعني يعني عمه الصحفي عبد الخالق في السجن ثم بعد ذلك يتم اختطاف حارث وهو لا زال يعني شاب لا يتجاوز عمره 15 عاما ويتم ايداعه في السجن وينتهي بهالمطاف المطاف الى الاستشهاد تصحيح المعلومة حارث هو طبعا الأسير كان أسير في مسلم آه، في الجوف وتم إيداعه في مبنى آه، 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 الشرطة العسكرية وحيث تفيد آه، 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 المعلومة أن مركز الشرطة العسكرية أو مباحث الشرطة العسكرية تعرف لعدة ضربات جوية وغارات جوية من قبل ولا ادري ما هو يعني العدوانيه وإعلام في وإعلام واعلام شر ال اليمنيين لوضع ابنائهم كدور بشريه في مباني مستهدفه كما يروى شهود عيان و لا يوجد مبنى في في الشرطه العسكريه الا وهو مضروب ما عدا المبنى هذا يعني ترك فيه ابناءنا وكل اقارب من سجون مختلفه نعم. كالقطوي ومحمد و... وامين الضبياني استاذ عبد الكريم آه نعم استاذ عبد الكريم آه انا اعتذر منك فقط سنعاود بك الاتصال مره اخرى لانه صوتك فيه تقطع ولا نسمع يعني حديثك بالصوره الـ الـ يعني الواضحه سنعاود بك الاتصال ولكن اسمح لي ان اعود الى مارب مع الصحفي يوسف عجلان استاذ يوسف آه الان بعد يعني كتب الله لك الحياه ويعني نجوت من بطش ميليشيا الحوثي وخرجت في صفقه تبادل اسرى، كنت انت لا تحبها لانه تم استبدالك بمقاتلين حرب وانت ربما تم اختطافك دون ادنى تهمه. الان ما الذي يعني ستعمله في المستقبل؟ اقصد هنا في يعني هل سترفع دعوى قضائيه ضد هؤلاء الذين ربما اعتقلك دون يعني اي ادنى تهم هل سيكون لك يعني دور حقوقي بعد ان عشت تجربه السجين المختطف المظلوم دون ادنى تهمه أنا عن نفسي سأعمل جاهدا على محاولة إخراج جميع المختطفين وأيضا الأسرى الموجودين داخل سجون ميليشيا الحوثي لأنني عشت معهم وعايشت وضعهم وأعلم ما يعانوه سأعمل التأليب المنظمات الحقوقية للضغط على جماعة الحوثي للإفراج عنهم أيضا من الصعب رفع دعوى قضائية في داخل الجمهورية اليمنية على جماعة الحوثيين لأنها لن يستطيع أحد محاكمتهم قد ربما ارفع دعوى قضائيه عبر محامين دوليين او منظمه حقوقيه دوليه على جماعه الحوثي لما تعرضت له لكن الشيء الاساسي هو انني ساعمل جاهدا من اجل بقيه زملائي المختطفين وفي مقدمتهم الصحفيين الموجودين داخل جهاز الامن السياسي والذين الان لهم عده اشهر مقطوع عنهم الزيارات وسجن الامن السياسي يعتبر اوسخ الاجهزه التي يتم اخفاء فيها المختطفين لما يعانيه اي مختطف داخل هذا المكان. نعم، هل التقيت يوسف ببعض زملائنا الصحفيين في الاماكن التي تم يعني تنقلك فيها من في في صنعاء؟ التقيت بالزميل عبد الله المنيفي في سجن احتياطي الثوره مرتين والتقيت بالاخ توفيق المنصوري في سجن الامن السياسي لكن لم استطع الحديث معه لانه داخل سجن الامن السياسي لا لا تقابل احدا الا خلال الزيارات اذا التقيت به وخلال الزياره لا يسمح لك انك تتحدث اليه، واذا تحدثت اليه بامكانهم ان ياخذوكم الاثنين ويقوم بالتحقيق معكم وربطكم بعده قضايا في مشتركه، فحاولت ان لا يعني اتحدث اليه خوفا عليه وايضا خشيه ان يذهب المحققين للتحقيق معنا واعاده ملفات وفتح ملفات جديده. نعم. طيب يوسف كلمه اخيره فقط لك الان ما الذي ممكن القول سواء للميليشيا والممارسات التي تقوم بها ايضا للمنظمات الحقوقيه وايضا للحكومه الشرعيه ممثله بوزاره حقوق الانسان. بخصوص إخواننا المعتقلين أنا أتمنى أن يستمروا في صمودهم حتى يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى واليوم استبشرنا بخروج ثلاثة معتقلين كانوا في السجن المركزي أحدهم كان له ما يقارب سنتين وثمانية أشهر الحوثيون يعني مهما حبسوا مهما اعتقلوا من أشخاص لن يستفيدوا شيئا من هذا الأمر المنظمات الحقوقية للأسف للأسف هي تعمل خارج صنعاء وليس لديها يعني حتى ولو ضغطت لكنها لا تؤثر لا بصوت ولا بشيء لأن الجماعة الحوثيين لا تسمع لأحد لكن نريد منهم أن يوضحوا للناس ما يحدث نريد منهم أن يستمروا في الضغط على المنظمات الدولية وأيضا الأمم المتحدة من أجل إخراج بقية المعتقلين أما الحكومة الشرعية فأتمنى منها بداية وهذه رسالة مني شخصيا أن وأنا كنت كما قلت سابقا أنا كنت لا أحب أن أخرج بتبادل أريد منها أن تبدأ جديا باخراج الاسرى قبل المعتقلين، الاسرى الذين قاتلوا في الجبهات والذين يشعرون بالغبن والحزن لان هناك معتقلين يخرجون قبلهم وهم قاتلوا في الجبهات، ثم العمل على اخراج بقيه المعتقلين كيفما استطاعوا. نعم. اشكرك جزيل الشكر الصحفي يوسف عجلان والناجي مؤخرا من سجون ميليشيا الحوثي، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من مارب. والشكر ايضا للناشط الحقوقي براء شيبان وكذلك للاستاذ عبد الكريم عمران كنا نتمنى ان نسمع منه وشهادة عن اخيه وعن استشهاد ابنه ايضا لكن للاسف كان هناك مشكله في التواصل معه عبر الهاتف وصلنا الى ختام الحلقه لم يبقى الا ان نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقه في صفحه البرنامج على الفيسبوك ونقرا بعضا من هذه التعليقات. المحامي عبد الرحمن برمان يعلق بالقول هكذا تواصل ميليشيا القبح الإجرام الحوثي خطف أرواح شباب اليمن الشهيد أمين ناصر الضبياني ثاني شهيد من أشقاء من أشقاء الإعلامي محمد الضبياني أمين شاب مدني اعتقل من محل التجاري في صنعاء ووضع كدرع بشري من قبل أعداء الحياة لم يكن أمين وعشرات المعتقلين أسرى حرب كما تدعي الميليشيا عبد الرحمن برمان تعليق أيضا آخر الاخ علي الفقيه يعلق نقل المختطفين والاسرى من السجن المركزي وسجون اخرى في صنعاء الى معسكر الشرطه العسكريه المعرض لقصف طيران التحالف بغرض استخدامهم دروع بشريه جريمه حرب تضيفها ميليشيا الحوثي الى سجلها الاسود لعشرات الضحايا من المختطفين والاسرى لدى الميليشيا قضوا بغاره شنها التحالف على معسكر الشرطه العسكريه علي الفقيه ايضا تعليق اخر الاخ سليمان النواب يعلق قبل شهرين نقل الحوثيون مختطفين من السجن المركزي الى الشرطه العسكريه نقلوهم ومنعوا زياره الاهالي عنهم ثم تم استهداف مقر الشرطه العسكريه وفيها نحو 240 مختطف مثل هكذا جريمه لا يمكن ان تمر كما مرت جريمه هران وجرائم قصف المدنيين وتبادل الاتهامات هناك شراكة واضحة وتنسيق كبير جدا بين أطراف هذه الجرائم سليمان النواب ونكون بهذا الرأي قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا الزملاء في الإعداد والإنتاج الزميل ودي عطا والزميلة إلهام عامر كما هي لكم مني بشير الحارثي حتى الملتقى من حلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان حفظكم الله والوطن 何?